أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الخامسة. قام قبل قليل جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين بالترحم على قبر جده الراحل الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في عاشر رمضان الذي يصادف ذكرى رحيل أبي الأمة رحمه الله. يسهرون على أمن الوطن وأمن المواطنين، يواجهون الجريمة ويحمون الممتلكات العامة والخاصة، هم رجال ونساء الأمن. اليوم تحل الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على مدى أزيد من 3 عقود. ترفع المديرية التحديات الأمنية بالاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة والحضور الميداني الفعال مع رفع درجات اليقظة. النموذج من وجدة صباح اليوم مع أسامة أفقير يونس ناصري. هي مناسبة لاستحضار المجهودات الدؤوبة لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني من أجل المحافظة على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة المنظمة على صعيد جميع المناطق التابعة إلى ولاية أمن وجدة مكنت خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2018 إلى شهر ماي الجاري من إيقاف 54,132 شخصا في حالة تلبس. عرفت ولاية أمن وجدة خلال السنة الأمنية الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية 30 أبريل 2019 تسجيل مجموعة من القضايا، وقد عرفت كذلك تقديم عدد مهم من الأشخاص أمام العدالة في ما مجموعه 57,287 شخصا، وهذا ارتفاع ملحوظ في معدل الزجر العام للجريمة، وانعكس بشكل مباشر طبيعة الحال على تدعيم الإحساس العام بالأمن لدى المواطنات والمواطنين. المنجزات التي تسجلها مصالح الأمن الوطني تتحقق بفضل العناية التي توليها المديرية العامة للعنصر البشري من خلال الدورات التكوينية وتوفير كل الوسائل الضرورية. هذا وتمكنت المصالح الأمنية التابعة إلى ولاية أمن وجدة من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية. 16 ماي هي مناسبة وذكرى سنوية، هي بمثابة محطة كنوقفوا عند الإنجازات اللي تم الإنجاز تحقيقها خلال السنة الماضية، كذلك استشراف المستقبل لإعداد الخطط الأمنية الكفيلة للقيام بالمهام ديال المنطبين، ولا وهي محاربة الجريمة وتحقيق أمن وأمان المواطنين. هي مناسبة سنوية إذن يتجدد معها الاحترام الذي تحظى به المديرية العامة للأمن الوطني بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة. وفي الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني احتفالية في ثكنة مجموعات التدخل السريع بمدينة العيون كما تشاهدون في هذه الصور، بعد تحية العلم استعراض قامت به فرق الشرطة بمختلف أسلاكها، تابعته أسر عناصر الأمن الوطني وفعاليات من المجتمع المدني. لم يكن دخولهن إلى سلك الشرطة من باب المجاملة إنما عن جدارة، ارتدينا بدلة الشرطة إلى جانب الرجل. هن أكثر من 4,800 سيدة تعملن في سلك الشرطة بمختلف الدرجات، منهن عميدة ممتازة مكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية وحارسة أمن في إحدى وحدات الشرطة الخاصة بالكلاب المدربة. من الرباط مريم أملل. الشرطة السينوتقانية أو شرطة الكلاب المدربة وحدات أمنية متمرسة في استتباب الأمن ومكافحة الجريمة، اليوم لم تعد حكرا على الرجال. إيمان مقدم شرطة حديثة التخرج هي في طور التدريب للنهل من تقنيات ترويض كلاب الشرطة خاصة معايير الطاعة والانضباط والتركيز قبل أن تتابع تكوينا تخصصيا معمقا سيخولها أداء مهمات أكثر دقة من قبيل الكشف عن المخدرات والمتفجرات.
المرحلة الأولى هي المرحلة ديال التألف الود بين الكلب والمدرب. بالنسبة للمرحلة الثانية هي تلقين الكلب ضوابط الطاعة والانضباط، والمرحلة الأخيرة هي المرحلة ديال تنوجه الكلب لإحدى تخصصات الشرطة السينوتقنية. كاين التدخل بالشارع العام، البحث عن المخدرات، كشف المتفجرات، تقفي أثار الأشخاص، البحث عن الأحياء تحت الأنقاض، ورصد تهريب العملات الدولية والوطنية. نموذج ثاني لحضور المرأة القوي داخل أسرة الأمن الوطني، كوثر عميدة شرطة ممتازة ترأس بولاية أمن الرباط فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، مهمتها الإشراف على ملفات هذا النوع من الجرائم التي تهم بالأساس النصب وخيانة الأمانة بعد تلقي الشكايات الواردة من النيابة العامة. أمل ديالنا بصفة عامة كيتم بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يعني جميع اللي كنقوموا به في البحث كيتم بالتنسيق مع النيابة العامة الى كان نكملوا المسطرة اللي كنجوها في كل قضية على حدة. وكما كتعرفوا دابا المرأة واللي عندها نفس الدور في محاربة الجريمة مثلها مثل الرجل. مكانة وازنة إذن تحظى بها المرأة داخل سلك الشرطة، فبالأرقام تضم الأسرة الأمنية حوالي 4800 امرأة، منهن عميدات شرطة ضابطات في عدة تخصصات، رئيسات دوائر ورئيسات خلايا محاربة العنف. وتحية للنساء ورجال الأمن الذين يقومون بمهام استباقية في مواجهة الخطر الإرهابي. تحل الذكرى ونحن نستحضر محنة 16 ماي التي فجعتنا جميعا في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما. تفجيرات إرهابية أوقعت في الدار البيضاء 45 قتيلا، والفعل الإرهابي امتد إلى قمم تبقال. جريمة إمليل أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين، واليوم 24 متهما يحاكمون بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب. المحكمة أجلت النظر في الملف إلى 30 من مايو، ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، يتابعون بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية مع حيازة أسلحة نارية ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف. وخارج المغرب في السودان، بعد فرحة لم تدم سوى ساعات قليلة، علق قادة الاحتجاج التفاوض اليوم مع المجلس العسكري الحاكم حول الفترة الانتقالية، لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية إطلاق النار الذي وقع مساء أمس في مكان اعتصام المتظاهرين. والتفاصيل معك ياسين لجويندي. أزيز الرصاص وسط ساحة المتظاهرين في الخرطوم ينسف جولة الحسم من المفاوضات الأخيرة الممهدة للفترة الانتقالية، وتساءل البعض حول من يقف وراء تقويض جهود المفاوضات في أشواطها الأخيرة بدعوى عدم سلمية الاحتجاج، ومنافته قوى الحرية والتغيير معربة في بيان عن أسفها لوقف المجلس العسكري ملف التفاوض، القرار الذي خلف استياء وسط المتظاهرين. إن الثوار واعين للطرف الثالث اللي بتربص بالثورة وبحاول يعمل استفزازات وبحاول يعمل تصعيد، كل الناس منتبهة. خطوة غير موفقة أبدا أبدا أبدا، كون أن المجلس العسكري يوقف التفاوضات في وقت حساس زي ده، فده أمر غير مقبول. المجلس العسكري الانتقالي برر قرار تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة من أجل تهيئة المناخ للحوار، حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق، إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام،
فتح خط السكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية. وكان يفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالفاو، حذرت من التبعات الكارثية للجفاف في الصومال. الفاو أكدت أن الجفاف سيتسبب بمعاناة أكثر من 2 مليون شخص، ما يعادل 18% من سكان الصومال. الجوع الشديد يهددهم خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز وشتنبر القادمين. خارج قارتنا الإفريقية، أفادت حركة السلام الآن الغير الحكومية أنه تم بناء نحو 20,000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ سنة 1990. الحركة المناهضة للاستيطان أشارت إلى أن حوالي 630,000 مستوطنين يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. ووطنيا، نجم رمضان بلا منازع الجلباب. هذا الزي التقليدي ترتديه النسوة بشكل لافت في هذا الشهر الفضيل، وللمرأة السويرية حكاية خاصة مع الجلباب، إذ لا مجال للجلباب الجاهز. زهراء تحل في روبورتاج يونس الصباح. هو السائد واليومي، هو كذلك زي المناسبات، وهو على الخصوص اللباس الأكثر شيوعا في شهر رمضان، الجلباب، بحرص شديد تقتنيه النساء المغربيات، وفي الصويرة تقف المرأة على تفاصيل خياطته. في الصويرة هذا هو الامتياز اللي عندنا، متميزة عليه الصويرة، المدن الأخرين كاملين في المغرب كامل، والمدن الأخرين فيهم السواقي. فهمتي، كتمشي كتجيب السواق، كتجيب بياس طالع وكتبيعه، وكيجيبوه من فاس، كيجيبوه هنا لهنا. العيالات عندنا ما تيقبلوش لك بالسواقي، تيقول لك الجلابه خاصها هي عندها الجلابه، الا ماشى للمراه حتى تشري الثوب وتختار الخياطه وتختار كل شيء، هذا الشهوه ديالها. الصناعه هذه عليها اقبال في هذا الشهر، كاع بخصوص هذا الشهر ديال رمضان كيكون اقبال، وكيكونوا كليان، كيجوا الناس برانيين اخرين كيبغيو يخيطوا هنا في الصويره. على رفوف دكاكين الخياطين تتزاحم الأثواب في رمضان إذن، لكن يغيب عن هذه الدكاكين وطيلة السنة صغار الحرفيين المفترض فيهم حفظ هذه الحرفة التراث. دابا الخلف قليل ماشي كثير، قليل قليل. دابا حتى اللي بغى يتعلم تيخصو ما باقيش يتعلم داك التعلم ديال الناس الاولين، لانه صناعة تقليدية خصنا نحافظوا عليها. التراث الا مشات هذا التراث غنمشي كلشي مشى. بعد أيام رمضان الملهم بالعودة إلى التقاليد والتراث، يكون عيد الفطر فترة ذروة، وبعدهما يطال انتظار مناسبة دينية قادمة تخرج نشاط الخياطين من خانة الركود. في الصفحة الخاصة برمضان في موعد الخامسة الإخباري، الشق الأول صحي، نتوقف اليوم عند المرأة الحامل والمرضع في شهر رمضان، معك شيماء العلة. فترة الحمل أو الرضاعة فترة حرجة تحدث فيها تغيرات عدة في جسم المرأة، فيزيولوجية وهرمونية قد تؤثر على احتياجات الجسم الغذائية، فكيف تحافظ الحامل والمرضع على صحتهن خلال الشهر الفضيل؟ كيف كتعرفوا هاد السنة أنصوموا 15 ساعة، وأنه ملي كتفوت فوق 13 ساعة تكون واحد الاحتمال، أن الدراسات العلمية أثبتت أن كيكون احتمال واحد التأثير مباشر على الجنين وعلى الطفل. وبالنسبة للحالات أحوال الطقس، ملي كيكون الحرارة مفرطة هذاك كتعطينا واحد ديزيدغاتاسيون أو يسمى التجفوف، اللي كيعطي واحد التأثير سلبي على الجنين وعلى الطفل. ولهذا كنصحوا النساء الحوامل أنهم تكون عندهم واحد الاستشارة طبية باش طبيب معالج يشوف معهم على أساس أنهم واش يصوموا ولا ما يصوموش. في بعض الأحيان سهوا تتذوق النساء بعض المأكولات أثناء إعداد وجبة الفطور في ساعات الصيام، ماذا يقول رجل الدين؟ السؤال ضمن فقرة هل يجوز أم لا يجوز، تعدها نادية ليوبي.
هاد القضيه هادي ديال يذوق ممكن غير بطرف اللسان. انا تنديرها باش نعرف الملحه واش مسوس ولا مالح، بصح ما نسرطاش. نقبط زعما بحال الحريره كديري هكذا كندفن ما عرفتش واش حرام ولا حلال. كندوق الملحه كنشوف واش ياك ما مالحه ولا مسوسه، ولكن كما قالت السيده كتذوقي وحاشاك تدفلي حاشاكم. السيده كطبخ في المطبخ با تذوق الطعام واش فيه الملح ولا ايش يصلح للاكل ولا ما يصلح شيء. هو تقول الفقهاء مكروه، مكروه يعني باش كيقولوا سد لي الذريعه باش ما تدوش شي حاجه للحلق ديال الانسان. فاذا هذه السيده هذه ماهره وعارفه اش كدير وعارفه بانه راه غادي تذوق براس لسانها وداك الطعم ما غاديش يوصل لحلقها ولا يوصل للفم ديالها، راه ما عليها شيء جائز. ولكن اذا خافت ولا كذا الفقهاء تيقولوا بالكراهه سد لي الذريعه. وقبل قليل انتقلنا إلى مستشفى مولاي عبد الله بالرباط حيث ترقد الفنانة القديرة فاطمة الرقراقية، نقلت إلى المستشفى في وضع صحي مضطرب. اليوم حالتها مستقرة، تعاني من صعوبات صحية مرتبطة بالسن وهي التي تبلغ 78 سنة وقد فقدت مؤخرا نعمة البصر. مريم أملال، يوسف لطفي. هنا بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا تخضع الفنانة فاطمة الرقراقي للعلاج بعد إصابتها بوعكة صحية، حالتها اليوم مستقرة وتتلقى الرعاية. استفادت من فحوصات اللازمة يعني الفحوصات الاختصاصية وكذلك من التحاليل المخبرية ومن الفحص بالأشعة. بيّنت الفحوصات الأولية على أن حالتها مستقرة نفسانيا وكذلك حالتها الجسدية تتطلب شيئا ما من العناية. تعاطف وتآزر في صفوف محبي وجمهور الفنانة القديرة فاطمة الرقراقي وزملائها من الأسرة الفنية، رغم بعض الذين يستغلون فوضى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور وأخبار لا تحترم خصوصية فنانة لها رمزيتها. ندين وبشدة المسألة ديال التسريب ديال الصور ديالها، لأن أخذت عن غفلة وبنية ما عرفناش شنو الأهداف وراءها، ومن أجل تصوير واحد الحالة خاصة اللي تيخصها تبقى يعني أنتيم وما يمكنش تدور في وسائل التواصل الاجتماعي. فاطمة الرقراقي علاقة قديمة بزاف، أنا درت معها جولات وكنعتبرها أم ثانية ليا بشكل أو بآخر، وبقات هذه العلاقة مستمرة إلى يومنا هذا. بطبيعة الحال كيوقع الإنسان لما كيكبر في السن كيمكن له يوقع له بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله لقى لا فامي دايرة به، فبزاف ديال الحوايج كيمكن لهم يتجاوزهم. فاطمة الرقراقي أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل، أضاءت شاشاتنا الصغيرة والكبيرة لعقود بإبداعاتها السينمائية والتلفزية والمسرحية، ومكانتها لا زالت قيمة في قلوب كل المغاربة. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الخامسة ليومه الخميس 16 مايو، قام قبل قليل جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين قام برفقة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن وصاحب السمو الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل بالترحم على قبر الملك الراحل محمد الخامس في العاشر من رمضان الذي يصادف ذكرى رحيل أبي الأمة طيب الله ثراه. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عرض الخامسة. النشرة القادمة في العاشرة مساء أنفس واغ الليلة مع إحسان بن بل، وبعد منتصف الليل المسائية مع صلاح الدين الغمري. غدا بإذن الله يرافقكم في بلاتو الخامسة جاد أبردان. إلى اللقاء.